دمار كبير خلفه الزلزال الأعنف الذي ضرب مناطق حدودية واسعة شرقي البلاد مساء أمس الأحد، بلغت درجته نحو 7 درجات على مقياس ريختر. مدن خانقين وكلار وحلبشة والسليمانية ومراكز محافظات أربيل وكركوك وديالة وغيرها من مناطق نالت نسبة مما خلفه الزلزال. مدينة دربنديخان كانت الأكثر تأثراً جراء حدوث الهزة الأرضية، إذ تهدمت المنازل وتهاوت المباني، فيما تضررت سيارات المواطنين. صارت الزلزال أدى سقوط على العمارة بأن عرب نازحين، 3 توفوا بالحال و2 جرحى أصابتهم خطرة و3 أصابتهم متفاوتة. شرعت الإسعافات والدفاع المدني والأهالي إنقاذهم مباشرة. سد دربنديخان تأثر بأعنف الهزات منذ 100 عام، إذ تعرض لأضرار بالغة من خلال هبوط أجزاء قمة السد، وفقاً لمدير موقع سد دربنديخان الذي أكد للحرة أنه بصدد دراسة ما أحدثته الهزة عن طريق المتحسسات لتقييم سلامته. بسبب الهزة الأرضية الأقوى منذ 100 عام على سد دربنديخان حدثت أضرار على جسم السد، هناك تشققات وهناك الهبوط في قمة السد في أجزاء في قمة السد، وإحنا بصدد دراسة المشاكل وبصدد دراسة الأضرار وبصدد دراسة الأجهزة التحسس وتقييم سلامة السد. قصة محزنة يرويها شاهد عيان نازح هرع لمكان سقوط إحدى المباني، أنقذ مع آخرين إحدى الفتيات سقط عليها جدار إسمنتي جراء الهزة الأرضية، فيما بقي أفراد عائلتها تحت سقف المبنى وقد توفوا على الفور. شفت العمارة واقعة، تريت من هناك جدار موجود، مني صيح جوا، طلعوني، فتحنا سوينا فتحة بالجدار، طبينا جوا، لقينا عائلة كلها 6 نفرات حائط واقع عليهم، مني طلعناها، بعدين هذا الحائط بالتشاكوش فلشناه وطلعناهم، الولد ميت جوا أمه، لأن صداقه صاير عليه، والأمية ميتة، والبنية وحدة رجلها مكسورة. ويخشى أهالي مناطق قرميان ومناطق حدودية مجاورة لإيران من حدوث هزات أرضية جديدة في الأيام القادمة، مناشدين السلطات الحكومية باتخاذ تدابير احترازية بعد سقوط قتلى وجرحى ليلة أمس. عمار ساطع، الحرة.